وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منزل كما يقوله أهل السنة والجماعة، غير مخلوق كما تقوله الجهمية ومن سار في ركابهم. هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها، ولا يقول هذه مسألة شكلية أو هي كما قال بعض العلماء اللي يشار إليهم، قال هذه المسألة طويلة الذيل قليلة النيل. كل هذا تهوين من هذه المسألة، طويلة الذيل قليلة النيل، يعني ما تحتها طائل. نعم.